السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. موضوع جديد الحديث عن الناس اللي بتهتم بالمواقع الربحية وكده. يعني طبعا اغلبية الناس بتمشي مع الموضوع ده، واغلبية يعني سوري في اللفظ بتخزوقه، او ما يعني مش عندهم ال محبوش يجربوا دايما كده. نوعية من الناس عايزة كل حاجة تاخدها بسرعة، وطبعا مش يعني وخلق الإنسان عجولا، الإنسان عايز كل حاجة. يعني كتير مننا يقعد على الفيسبوك، ضيع وقته كتير، رغم إن ممكن يستثمر أعاده على الفيسبوك كده أو أعاده على النت. in general cases ممكن يطلع له بعائد مادي، بس فين الدماغ اللي بتفكر؟ فين الوقت اللي نستغله صح؟ فين الصبر؟ السلسلة بتاعتنا إن شاء الله، إحنا المفروض إن إحنا القناة بتاعتنا ولله الحمد اتعمل معاها الجلاشة، بس قدرنا نرجع بعض الفيديوهات عشان إدارة اليوتيوب طبعا إدارة ظالمة، تمام؟ أو لحكمة هم يبقوا عارفينها إحنا ما نعرفهاش. فالمواقع اللي احنا اللي هنتكلم عنه دلوقتي، انا اتكلمت قبل كده عن مواقع تانية كتير، بس انا هخص الموقع ده لانه بيتعامل مع العرب، تمام؟ وسهل، في مصداقية، كتير من الناس شككت في ذمته. لا بس انا اقول لك مصداقية، انا مجرب الحمد لله، انا سحبت وان شاء الله في سحبة المرة الجاية، تمام؟ بس للأسف معيش الإيفيدنس أو الدليل، لأن الموضوع ده كان من شهر رمضان اللي فات. الشركة بتاعتنا اسمها يوجوف، شركة في الإمارات. انت بتعمل الأكاونت بتاعك، هكتب لك الرابط تحت، تخش عليه تسجل، تمام؟ تكتب الاسم وتكتب السن والحاجات دي كلها. الفكرة قايمة على، يعني أنا لو موضوع حاجة اسمها استطلاعات، حاجة اسمها استطلاعات، تمام؟ الاستطلاعات دي ان هو بيجيب لك مجموعة من الاستطلاعات. انا لو دخلت كده، هو بعت لي النهاردة ايميل، المفروض لو تبص كده معانا يوجوف لاختصار كلمة جفرنمنت او يور جفرنمنت، شركة في الامارات. هقول لك يو هاف نيو سيرفي، سيرفي ده اللي هو استطلاع بالعربي، هنفتحه، تمام؟ لو نزلت كده تحت في انجلش او دير يو جوف ممبر، لان طبعا انت لما تشترك تبقى عضو فيه. We would like to invite you to take a new survey. The survey can be accessed via the link below. ان هو جايب لك لينك، ناخد اللينك ده انت هتمشي عليه. ندعوك الاشتراك بهذا الاستطلاع، ومش عارف شكرا فرحة من الضيوف. المفروض هو بيجيب لك الاستطلاعات دي كل فترة على حسب، يعني جزا الله كل خير والله اللي فاهم الموضوع ده، انا بشكر لحد دلوقتي، جزا الله كل خير، بشكر لحد دلوقتي اللي قال لي التركيه بتاعه الموقع ده، انا هديها لكم طبعا. ويا ريت ما تنسوناش من دعائكم. التركيه ان سعادتك لما تيجي تعمل تسجيل في الموقع ده بتعمل اللي انت مصري. طبعا يا جماعه غلط، اكبر غلط تعمل اللي انت جنسيتك مصري. ليه بقى؟ اولا الموقع ده لما اجي اقول لك موقع امريكاني غير موقع الامارات، الامريكاني بيهتم بالزباين الامريكاني، زي مثلا بيقول لك جحا اولى بلحم طور، فموقع اسرى في الامارات، فيبقى لهم البريوريتي اكتر اللي هم الخليج ودول العرب. فتنسى ان انت تركيا بقى اللي الناس تقول لك ده ما بيبعتليش الا كل سنه مره موقع، لو انت مصري ماشي، كتر خير ان بيبعت لك اصلا، تمام؟ فلما تيجي تعمل التسجيل بتاعك، طبعا انا عشان اضيع وقت بعمل التسجيل وحاجات من ده، كلها حاجات خايبه هتضيع وقت. انا اخر 10 اخر 10 دقايق في الفيديو ان شاء الله عشان ما اطولش، ما حبش اطول الفيديو بتاعتي. بقول لك التريكات اللي هتقابلك واللي انت تتفادى منها، ان انا اعمل ايه، ان انا راجل امارات او انا البنت من الامارات، والايميل بتاعك والحاجات دي كلها، دي التريكات اللي انت لازم تاخد بالك منها، تمام؟
في نفس الوقت بيطلب منك في اول استطلاع، بيقول لك انت عايز الاستطلاع بتقول لك كل قد ايه. طبعا انت شغوف عايز تقول له يعني، ود والله اقول له كل ساعه ابعت لي اظرفني يا عم ايميل كل ساعه، بيبقى 100 نقطه حوالي البوينتس بتبقى عليه $3. هو رينجك بتاعك، الرينج بتاعك بالكتير او ان شاء الله حوالي فوق يعني، ما تزعلش منها يعني ما تحطش همها يعني، هي معاها مصادر تانية للربح بس ده مش اعتمادك الاصلي. مينيمم من 5 شهور ل4 شهور بتاخد لك الحوالة بتاعتك تبقى $50. طبعا لو انت حاولت يبقى فيها تحت منك ريفلر اللي هم الناس اللي مسجلين تحت منك بيزودوك. طبعا انا مش هجيب لك يعني، لو اسمه دعوة الإحالة ده ان واحد يسجل تحت منك فانت بتاخد نقط نتيجة ان هو سجل تحتك، فاهمني؟ فمش عارف بقى، انا هجيب لك الرابط ده، مش شرط اجيب الإحالة، انا مش مستني من حد حاجة يعني، فاهمني؟ الناس يقول لك حط الإحالة بتاعتك ومش عارف ايه، لا فخلينا واقعين شوية. فانت التركية دي لازم تاخد بالك منها، 4 شهور ان شاء الله او في عندك إحالة تبقى اقل من 4 شهور. بعت لك الحوالة بتاع لك السحب $50 في الأيام يعني، استغفر الله، في الأيام اللي احنا فيها دي يبقى حوالي الدولار ب 20 جنيه يعني 1000 جنيه، 1000 جنيه جاي لك من الهواء. بس طبعا بالمقابل انت بتعمل استطلاعات، ويبقى عندك، هنخش دلوقتي نشوف الاستطلاع السريع تمام. ف قلت لك التركية اللي انت قلناها قبل كده، تخش تعمل الاستطلاع بتاعك بقى واللي بدأ الاستطلاع. طبعا التركية رقم 2 او رقم 3 مش فاكر، حاول اليوم اللي اتبعت لك في الاستطلاع تنجز اول ساعة ب 100 بوينت، ممكن لو على اخر اليوم يبقى 50 بوينت. اهو بدأ يتعلق، صرف الله صح، بدأ يعني. اصلا بصراحة انا فضلت مأجل الشرح ده لحد بالليل، فمش عارف بقى هيرضى يقول لك الكلوز الاستطلاع ده اتقفل ولا ما اتقفلش يعني. انا مش عارف، انا حظي تمام. هو فتحه يعني، هو فتحه، شوف كده حد سحب النت كده ولا ايه. الناس انا الساعة 11 اخي، الناس مش عايزة تنام يا اخي، طول الليل الناس شغالة. شفت في بيقول لك في دولة تعيش حاليا، طبعا ما قداميش الا 3 دقايق، في دولة تعيش حاليا اقول له يا عم الحاج انا متبر من مصر تتف عليها 1000 تفة. انا يا عم منين يا عم، انا من الامارات العربية المتحدة. طب جنسيتك ايه يا عم؟ انا يا عم حد عارف حاجة، انا عارف، انا يا عم راجل، انا اتبر من مصر 60 دهية دولة. فين انا؟ في يا رب المملكة المتحدة تمام. قالوا نيكست، الله يحرق ام الدول ود مانجر في اي مدينه تعيش؟ قول له يا عم انا راجل عايش في دبي. اللي بقول لك ما حد عارف حاجه، فاهم، ما حدش شايف. هو الموقع ده حلاوته انه الخوارزم او الالجوريزم اللي شوف، اوبا شكرا على موافقتك. بقول لك مده الاصلاح 20 دقيقه، هتحط لك 200 نقطة. ماشي يا عم اديني يا عم 200 نقطة اديني يا عم. فبقول لك هو هنا ما هوش شايف اي بي بتاع الجهاز يعني، مش عايزين نشوف، مش شايف بالمعنى اللي هو استغفر الله العظيم يا رب. لازم يحط مناظر دي، لقد حدث خطأ. طبعا اعمل ضغط. عايز اقول لك لو الفقر ده بقى، معلش بكل حاجة، بالصبر، الصبر مفتاح 13. أبدأ الاستطلاع من جديد. فزي ما بقول لك، لو الالجوريزم بتاعه مش، ما بيعتمدش على حظكم كده يا جماعة، بس هو يعني نفس النظام، هتلاقي استطلاع ناقص هو عشان أنا أخرته، الراجل المتخلف اللي حاطط. فيعني فزي ما قلت لك، هو لو يعني في برضه موقع عايزين نشرحهم اللي هو ريوردنج بانل ده بقى، يعني اول حاجة انت داخل الراوتر بتاعك، الراوتر اللي انت داخله
اي بي معروف ان اي بي مصر. انا لو دخلت مثلا فايند مثلا اي بي، هقول له فايند ماي اي بي، هات لي الاي بي بتاعي. انا عايز اعرف انا مكاني فين. انا هقول لك بس انا يعني بمعنى صح، انت قاعد انت متراقب، ما تفتكرش مثلا ان انت لقد حدث خطأ يرجى الاتصال بمكتب المساعدة. يلا معلش انا اللي حصل ده ان انا اخرته، فمش مشكلة، بس اهم حاجة نكون ايه استفدنا مع بعض. دلوقتي 10 دقايق الساعة 30، وير ماي اي بي ادريس لوكيشنز. طبعا انت ما تفتكرش ان انت قاعد على النت انت ما انتش متراقب، لا يا باشا انت بتشاف ومتحدد مكانك وزمانك ونسوان ايه وكل حاجة. وير ماي ايباد، هيجيب لك الوقت المكاني. بص يا سيدي، وير ماي ايباد اصلا ده، هو معلش جايب محرك بحث متخلف، محرك بحث جوجل. فالمغزى من ده عشان ما اطولش عليك، اليوتيوب ده امن امن امن. لو اي موقع تاني اللي هو اللي هنشرحه ان شاء الله في الفيديو الجاي، ريوردنج بانل، الاي بي بتاعك هتكتب امارات، تكتب ايه؟ هقول لك لا حبيبي انا شفت الاي بي بتاعك وانت مصري، هكتب لك مصر. حرق ام النت، حتى جوجل مش عايز يفتح. بس اقول لك وير ماي اي بي ادرس، اي بي واتس ماي فندر، خلاص بقى مش عايز يفتح ان شاء الله عن اهله ما فتح. هوريك بس ان الموقع ده عادي، لو مكانك ان انت متحدد اهو، هيقول لك هنا كل حاجة الاي بي بتاعك، اقول لك الاي بي بتاعك كذا كذا كذا. طبعا هنا فضحك بقى كل البلاوي هنا. الاي بي بتاعك اقول لك تمام، فروم بروفايدر سايت، بقول لك يا سيدي الاماكن بتاعتك، ان انت اي بي بتاعك هنا، انت تبع ايجيبت الفقر، الدولة كنت في الجيزة، الاي اس بي اللي هو الاكوبمنت الموجود في السنترال. تمام، طبعا 30 خط طول دايرة عرض، لو رسمتهم هجيب لك ايجيبت. فاللوكيشن ده اللي انت كنت موجود فيه، ودخلت من المنصورة مرة المكان بتاعك، ودخلت الشيخ زايد 6 اكتوبر برضو. تمام فاهمني. فهو طبعا انت ففي الموقع نفسه يقول لك الاي بي بتاعك ده اي بي مصر، اي بي مصر. فزي ما قلت لك والله كان نفسي اكمل الاستطلاع، بس هو يعني من ذات القبيل ما فيش صعوبة. سيب لك الرابط أسفل الفيديو تشترك فيه وتعيش، والجهاز بيبدن عليا، وربنا يوفقك يا جماعة، ونشوفكم الفرح ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.